كيف قلت يعني مباراة ديال تشامبيونز ليغ مع فريق اللي تا هو حاليا كيبصم على أداء جيد كيتصدر البطولة في تشامبيونز ليغ، يعني نزع بطاقة التأهل من فرق تونس صعيبة المنال. حتى حنا بدورنا يعني جاهزين لهاد المباراة هادي، حضرنا ما فيه الكفاية، التحضيرات كتمر بأجواء جيدة، كلشي واعي بالمباراة شنو كتنتظرنا. مباراة الذهاب هنا في الجزائر راه تكون مباراة صعبة، نتمنى ان شاء الله نحضروا حنا بكامل القوة ديالنا وبكامل الجاهزية ديالنا ان شاء الله، باش نرجعوا بواحد النتيجة ايجابية للمغرب، باش نقدروا نجيروا الشوط الثاني هنا في المغرب بواحد الأريحية، ونحسموا ان شاء الله بطاقة التأهل لصالحنا ان شاء الله. صراحة يعني مباراة تكون كيف كنقولوا امام الجماهير ديالنا وفي ارض الملعب ديالنا تكون يمكن واحد الكونفيونس اكثر واحد الثقه اكثر، ولكن كيف قلنا جايين طامعين باش ان شاء الله نقدروا ما امكن نسهلوا عندنا الماموريه في مباراه الذهاب باش تعطينا واحد الاريحيه اكثر في مباراه الاياب. فمن هنا غدا انطلاقا ان شاء الله خصنا ندخلوا عازمين ان شاء الله باش نرجعوا بواحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله.